اختصاصية علم النفس والمعالجة بالموسيقى دكتور لينا رياشي رح تتناول موضوع الاستراتيجية الحديثة والمتنوعة لإدارة التوتر والضغوطات وكيفية الاهتمام بالصحة عبر تقنيات متنوعة وسهلة التطبيق وأكيد منها الموسيقى. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. شرفتينا. دكتور قبل ما نغوص معك بالتفاصيل أنا حابة أعرف منك شو علاقة الموسيقى بالإنسان قبل ما نفوت بالتوتر وبكل شيء تاني. الموسيقى هي علاقة الإنسان بالموسيقى كتير قوية وكتير بعيدة بالتاريخ. يعني إذا منطلع بالتاريخ منلاقي أنه أول شيء عبر من خلاله الإنسان كان الأصوات والإيقاعات يلي هي عنصر من عناصر الموسيقى يلي بعدنا لهلأ نحن بنستعملها. والإنسان أول علاقة مع الحياة يلي هو بيكون ببطن أمه عم بيسمع دقات قلبها هيدا كمان إيقاع بيكون عم بيحسسه بالأمان وبيضل كل حياته يفتش على هيدا الإيقاع لحتى يوجد الأمان يلي كان موجود فيه وقتها كان ببطن أمه. فهالقد علاقتنا مع الموسيقى قوية وقديمة وعميقة. بس في ناس دكتور بعدنا بالموسيقى ما ندخل بالتوترات في ناس بتحسيها بتنبسط بس تسمع نوع موسيقى معينة أو كذا نوع موسيقى وفي ناس عن جد ما بتعني لها الموسيقى. نعم. يعني أبدا ما بتعني لها لا بتفرحها ولا بتزعلها ولا شيء بتسمع موسيقى إذا كانت موجودة. إيه بس ما بتلجأ لها. لا. مزبوط. ما بتستعملها كعلاج يعني موجودة مثل كل شيء تاني ممكن بس هي حسب كمان الإنسان بالانفيرونمون اللي بيكون عايش فيه يعني بمحيطه هل هو هن بيسمعوا موسيقى هل هن بيقدروا الموسيقى هل هن بيعرفوا منافع الموسيقى أو لا فكمان هيدا بيأثر نحن كيف منحب الموسيقى وكيف منستمتع فيها أو كيف مبتعني لنا شيء. خلينا نبدأ معك شو هي أبرز مسببات التوتر بحياتنا اليومية دكتور وشو هي الطريقة الفعالة للتعامل معها؟ أوكي كل يوم بس نوع الصبح الألارم هذا أول توتر السرعة لنحضر حالنا لنحضر أولادنا بركة للمدرسة هذا توتر رحنا على السيارة يمكن يطلع لك أقل مشكلة صغيرة توتر عم تشتت الدنيا توتر يمكن نزحت أنت سايقة توتر في ناس حواليك ما بتعرفي كيف عم بيسوقوا في جوار على الطريق في عجقة سير كمان توتر رحت على الشغل كمان زملائك هيدا قايم اليوم مش طايق حاله توتر شغل مطلوب في ديدلاين لازم تقدمي فيه شيء بعد ما قدمتي كمان توتر سو من الصبح لعشيه توتر شو بدك تطبخي شو بدك تعملي يعني على طول في شيء مش قاعده انت مرتاحه فهيدا اصغر اكزامبل فينا نشوفه اشياء يوميه بحياتنا عم نشوفها هي بتسبب لنا توتر وبتصير اكيد اكثر واكثر تزيد كل ما تتراكم يعني انا اذا ما عم بعطي وقت لحالي كل يوم عم يتراكم التوتر من يوم ليوم يعني ما عم فضي ما عم نظف جسمي من التوتر ما عم نظف دماغي من التوتر يلي ديجا تعبى فيه. طب ما فينا نتاقلم نتكيف مع هيدا التوتر نتاقلم مع حياتنا اليوميه ونقول انه هيدا الروتين وتوتر لازم يصير وطبيعي وطبيعي اكيد هو التوتر اصلا اذا بدك للحقيقه منه كله سلبي يعني نحن هيدا التوتر بخلينا نكون عم نعيش يعني بحاجه لشيء ينبهنا يعني اذا انا مثلا قاطع طريق مش وجاي سياره بدي زيح من قدامها لو ما بتوتر ما بزيح يعني ما بخلص حياتي اذا ما عندي توتر بس هي التراكمات التوتر السلبي يلي مثلا وقتها انت عم بيصير في كثير متطلبات منك المتطلبات اكثر من قدرتك على انت تعطي هون بيصير عندك توصل لمرحله الاجهاد كرمال هيك بنحكي عن متلازمه التكيف العام يعني اول شيء نحن بيكون عندنا شيء بيعطينا مثل انذار او تنبيه انه نحن في شيء في عندنا توتر وهذا التوتر صار زياده عن النورمال يلي بنقطع فيه بحياتنا اليوميه يعني عندي توتر صار بسبب مثلا حدا انا فقدته مثلا او شغل مضطره بدي ظبطه ما عندي بقى وقت خايفه على صحه حدا بيعني لي دونك كثير امور فيها تكون عم بتحطني بحاله من التوتر هون بيكون دماغي ببلش يحط حاله ب
الجهوزية يعني بده يفرز مثلا الكورتيزول لحتى يخليني، لأنه نحن إذا كنا بمواجهة خوف أو توتر شديد جسمنا بيفرز هودي المواد، لأنه بيصير على الفايت أو فلايت أو فريز. يعني في ناس بيجمدوا وما بيقعدوا يعرفوا وين بدهم يروحوا شو بدهم يعملوا. هاي المراحل الثلاثة دكتور؟ نعم. أوكي. بيركضوا، في ناس بيركضوا يعني بيهربوا هيدي الفلايت، وفي ناس بيعملوا فايت بيواجهوا بيقاوموا. فنحن هول مراحل نقطع فيهم ثلاثتهم. ممكن نكون نحن من الاشخاص يلي دائما بنحارب بنواجه، ممكن نحن من الاشخاص يلي دائما بنهرب، ممكن نكون من الاشخاص يلي ما بنقعد نعرف شو بدنا نعمل، نقع بديبرشن، نقع باحتراق نفسي، نقع بمشاكل كثير كبيره. ف هول مراحل لازم يعني اكيد بدنا نقطع فيهم، بس بدنا نعرف نقطعهم بطريقه صحيه، ولازم نعرفهم انه نحن هلا عم نقطع فيهم. هذا الشيء مهم. صح. يعني نحن اول شيء عندنا الانذار، عندنا المقاومه، عندنا اخر شيء الاجهاد. خلص وصلنا انه ما بقى فينا نتحمل، بنوقع بالبيرن اوت يلي هو الارهاق او الاحتراق النفسي او الاحتراق الوظيفي حسب باي مجال انا عم بيكون عندي هذا الاحتراق. كيف نعرف حالنا دكتور نحن باي مرحله وكيف نتعامل مع كل مرحلة؟ نعم. هلا إذا وصلنا لمرحلة الإرهاق، يعني نحن ما بقى عنا ولا يعني بينزل السلف استيم تبعنا، ما بقى عنا ثقة بذاتنا إنه نحن قادرين نعمل أشياء، إنه نحن قادرين نرجع نقوم من الشيء اللي وقعنا فيه. بصير علاقتنا مع الآخرين كتير مهزوزة، كتير مش مثل ما كانت بالسابق. بصير عنا حتى مشاكل بقلب عائلتنا، لأنه هالتراكمات ما عم نقدر بقى نديرها، ما عم نعرف من وين بدنا نبلش. يعني تخيلي مثل كأنه بتصيري حاسة حالك إنه أنت عندك أشياء كتير مطلوبة منك، مثل كأنه ما بعرف كيف واحد بس يشيل الغسيل عن المنشر ويبقوا كل الغسيل فوق بعضه فوق بعضه، بتصيري كأنه أنت بقلبهم ومش عارفة كيف بدك تزبطيهم وترتبيهم. فهيدا بصير هيك إحساس الواحد بالبرين تبعه، بيشوف كل الأشياء التاسكس اللي مجبور يعملها هيك متراكمة عليه، فبحس بضياع كامل وبحس حاله إنه خلص يعني ما بقى عنده أي مجال لحتى لي يرجع يقوم. اوكي، كيف بدنا نتعامل بقى مع هودي المراحل ومن الاول بنبلش ولا؟ طبعا هي اهم شغله انه نحن تنعيش اسلوب حياه صحي. اسلوب الحياه الصحي بيتضمن سيلف كير، اهتم بحالي اول شيء، انه انا عم بشتغل تنقول 12 ساعه من اصل 24 ساعه، او عم بشتغل 16 ساعه من اصل 24 ساعه. بهال 16 ساعه او بهال 12 ساعه لاقي نص ساعة لنفسي، يمكن أقول بهاي النص ساعة أنا بدي فوت أقعد بأوضتي حط موسيقى وأعمل ريلاكساسيون، ما بدي حدا يزعجني. أوكي، يمكن أنا أقول لا بدي أروح أعمل سبور، بدي أروح أمشي بالطبيعة. أنا بنقي شو اللي بدي أعمله، شو اللي بيريحني. دايما يكون عندي هيدي النافذة لإلي قبل ما فوت بالإرهاق الكلي والتام. يعني أعرف حالي أنا عندي وقت لنفسي، عم بقعد أفكر بأولوياتي بالحياة، عم رتب أولوياتي، عم شوف شو الأهم. هل شغلي هو أهم مثلا من عائلتي، أو مثلا هل الإنكم يلي أنا عم جيبه مضطرة جيبه كرمال يكون عم ساعد عائلتي، أو لا بدي أعمل غير شيء، بدي صف أولوياتي. يعني وقتها أنا بكون أورجانيزد بهذه الأمور بخفف على حالي كتير ضغط. يمكن كمان كون انا الشغل اللي عم بشتغل فيه ماني مبسوطه فيه، هيدا عم بيعمل لي ارهاق. يمكن الزملاء يلي معي بالشغل كمان منن متعاونين، بيتركوا كل الشغل علي مثلا، عم كون انا بدي اضطر اعمل كل شيء او نيه شوي كل علي، فديدلاينز بتكون علي. فكمان في كتير قصص يعني انا بدي اكون انسان ذكي واقول انه انا اولويه. مش الاشخاص اللي عم بشتغل معهم ولا الانكم يلي عم طلعوا. انا اولويه، صحتي النفسيه اولويه لحتى اقدر اكمل وضاين. شو بيفيدني اذا انا كثير بطلع مصاري واخر شيء بدي اعمل ديبرشن لانه ما بقى عم بقدر اهتم بحالي؟ صح، طبعا اكيد صح. دكتور كيف بنفوت الموسيقى كعلاج كتخفيف يمكن من التوتر من الانزايتي؟ شو هي الطريقه؟ هلا نحن في عنا عده قبل ما نوصل عند اخصائي فينا بالبيت. نعم أكيد، من خلال أكيد. الموسيقى نحن نروق حالنا. صح، اكيد.
هالنص ساعه اللي قلنا بدنا نعملها اذا بدنا كنا عم نتعلم اول شيء نتنفس بشكل صحيح، يعني هو ناخذ النفس ونحبسه بالجزء الاسفل من الروايه، يعني كمان بدنا نتعود نتنفس من نستعمل الجزء الاسفل من الروايه مش بس الجزء الاعلى. هلا نحن لانه مع الوقت اذا بتشوفي البيبي بس يتنفس كل بطنه بينفخ، بس نحن مع الوقت صرنا لا بس نستعمل الجزء الاعلى. فنرجع نمرن حالنا، يعني بنكون نايمين ونحن ونايمين بنتخيل انه في بالون ببطننا وناخذ نفس على مهلنا ونحط ايدنا على بطننا ونلاحظ انه بيصير يعلى ويوطى هيدي، وبنصير نحبس النفس لنقول باخذ النفس انا عم عد للاربعه مثلا، بحبس النفس انا عم عد للاربعه وبظاهر النفس انا عم عد للاربعه. يعني نفوت بكل شيء يوغا وميديتيشن فينا بيساعده. وفي بتفوتي على اليوتيوب بتحطي ميوزك فور ريلاكسيشن، وفي فريكوينسيز معينين مثلا بيقولوا لك هيدي الفريكوينسي بتساعدك انه مثلا اذا عم يجعك راسك بتروقي، هو اللي معمول عليهم دراسات يعني. هيدي الموسيقى اذا هيدي الفريكوينسي اذا سمعتيها مثلا بتصير قادره تركزي اكثر على الاشياء اللي بدك تعمليها. دونك في كثير تشويسز هلا، يعني السوشيال ميديا مع كل الاشياء اللي عم تقدمها في كثير اشياء منيحه واشياء مش منيحه، فنحن بذكاء نختار الاشياء اللي بتفيدنا واللي منيحه مثل هيدا الشيء. فانا اذا قعدت نص ساعه مع هالميوزيك ريلاكسانت وتنفست منيح بحس حالي انه رجعت خي عم بلش عن جديد. عبيت 100% عبيت. طيب تروح على متلازمة الإرهاق الوظيفي. ايه. شو هي متلازمة الإرهاق الوظيفي؟ هو إنه أنت بالشغل وصلت لمحل كل شيء عم يتراكم عليك وما بقى عندك حب إنه تشتغلي بهالمحل. صرتي ايموشنلي خلص يعني فضيتي ما بقى عندك يعني خلص على الاخر استنزفتي منهكه احترقتي. اسمها بالعربي الاحتراق الوظيفي او الاحتراق النفسي، يعني خلص انا وصلت لمرحله خلص احترقت مثل متلازمه عود الكبريت. بتصير تولع اول وحده شوي، ثاني وحده اكثر، ثالث اخر شيء بتوصل انه بتصير رمال. ف اوقات كثير بالشغل وقتها بيكون عندنا كثير ضغوطات بيصير فينا هذا الشيء، بنميل انه نحن بنكون ما بنحب هذا الشغل الموجودين فيه، بنميل انه في كثير متطلبات منا. الحل لهذا الشيء تنظيم الاولويات. في عندنا كمان كثير اشياء ثانيه استراتيجيات فينا نكون عم ناخذها، يعني مثلا قبل ما ندخل بالاستراتيجيات بدنا نطلع وقفه صغيره ونرجع نكفي لهم المشاهدين الاستراتيجيات بالتفصيل ممل. نعم. فاصل ونواصل. شرفتونا. تابعين الحوار مع دكتور لينا رياشي وهي اختصاصية علم النفس ومعالجة بالموسيقى. عم نحكي موضوع عن جد كتير مهم، يعني لو ما عندنا مشاكل كثير كبيرة على الأقل دكتور يمكن منعرف من خلال هيدا الحديث معك كيف ندير حالنا إذا صح التعبير تما نوصل لهالمراحل المتقدمة. كنا توقفنا قبل البريك عند استراتيجيات إدارة التوتر والإجهاد، إذا فينا هيك نمر عليهم بالتفصيل لتكون الصورة واضحة للمشاهدين. أكيد. لكن نحن تنقدر ندير التوتر بحياتنا، إن كان توتر بالبيت ولا بالشغل ولا وين ما كان، مع أولادنا مع عائلتنا مع أصدقائنا مع زملائنا، في كتير قصص فينا نكون عم نعوزها. أول شيء تقنية الاسترخاء يلي فيها تكون مع موسيقى أو بلا موسيقى بتكون قائمة على التنفس الصحيح. ونحن وعم نتنفس فينا نكون عم نفكر بإشي حلوة، ذكريات قطعت بحياتنا، حتى نعمل مثلا مديتيشن على موضوع معين كمان في كتير منلاقي منهم على الانترنت بتساعدنا، بتخلينا كمان ننسى. يعني نحن وقتها بنعمله ديستراكشن لدماغنا منلهيه عن الأشياء اللي عم تزعجه، بنكون عم نساعده انه يغير يكسر هالحلقه، لانه نحن اذا ما يعني على طول على طول بالاجهاد عم يضل يبرم نفس الافكار ونفس الاشياء عم تبرم براسنا، وقتها نحن بنكسرها بشيء
خلص بغير بنغير الفريكانس كلها. دونك هون كمان بصير نحن بس نستعمل هودي الطرق، كان بدي اقولها قبل، انه بصير جسمنا او دماغنا بيفرز الدوبامين اللي هو الفيل جود هرمون اللي بخلينا نحس حالنا مرتاحين مبسوطين، السيروتونين اللي بيعطينا هالاحساس بالاستقرار والرواق وهيك. كمان تقنيات اليقظة الذهنية يلي هي كمان لها علاقة بالتأمل والاسترخاء، واللي بتكون كمان بتشغل كل الحواس. يعني أنا وعم بعمل هيدا الإكزرسيس بكون عم بخلي حواسي كلها تحس شو في حواليها، يعني شو بقدر شوف اشياء حلوة، شو بقدر شم اشياء حلوة، شو بقدر اسمع اشياء حلوة، شو بقدر المس اشياء حلوة، يعني ركز على الاشياء البوزيتيف يلي ممكن تكون حوالي. فانا ممكن اعمل هالانواع من التأملات بالطبيعة، يعني مش بالضرورة اذا انا عم بعمل يقظة ذهنية يكون دايما نايمة ومسترخية فيه، يكون عم تمشى بالطبيعة، اتأمل جمال الطبيعة. دين احنا بنعطي وقت لهذا الموضوع؟ خلص اخدينه فور جرانتد؟ لا، بس في كتير اشياء حلوه. في ناس بحسوا انه بيعيشوا مع الطبيعه، يعني بحسوا انه هي جزء منهم، بتعطيهم كتير راحه نفسيه. يعني مثلا زلمه بيروح على الجنينه تبعيته بينكش بيزرع، بحس حاله خي انه شو مرتاح نفسيا انه راح اعمل هذا النشاط. كمان من الاستراتيجيات هي الرياضه، الرياضه فيها تكون بالداخل وبالخارج، بس اكيد نحن دائما كاخصائيين نفسيين بنحبذ انه تنعمل بقلب الطبيعه للواحد عن جد يستفيد من كل الميلات. وقتها نحن بنحرك جسمنا وبنحرك كل الهرمونات، كمان بنحس حالنا انه عندنا نشاط وعندنا فرح. اوكي، عندنا الموسيقى كمان ذكرناها، عندنا الرسم، عندنا الماندالاز يلي هي بتساعد كتير، يعني بس نحنا نقعد نلون باترنز كتير بتفرغ التوتر تبعنا بمحلات حلوة، بنطلع مرتاحين وخي انه فضينا. في عنا كمان البوزيتيف سيلف توك، يعني انا ضلني احكي مع نفسي بطريقة ايجابية. لو مثلا بمحل بشغلي حسيت حالي تعبت، او حتى بمتطلبات العائلة حسيت حالي تعبت، ضلني قوي حالي، اطلع على المرايه شوف كل يوم. انا بيجوا للبيشنتس بقول لهم كل يوم بدكم تقولوا خمس اشياء حلوه لحالكم على المرايه، مش ضروري فيزيكال، اشياء انا عملتها حلوه، اشياء انا منيحه فيها. اليوم ساعدت حدا من رفقاتي، اليوم عملت شيء حلو مثلا ما كنت اعمله قبل، اليوم رحت عملت شيء مشوار حلو. كل شيء بعمله بوزيتيف قول لحالي برافو عملت شيء حلو اليوم. كمان شو عندي اشياء كومبيتانس عم بشتغل عليها، قد ايه صرت اشطر، قد ايه انا تطورت من امبارح لليوم، كمان عدهم. هول كثير بيقوى سيلف استيم وبيقوى انه انا ما انهار وما اتعب. اوكي، بعد كمان في كثير قصص صغيره فينا نكون عم نحكي عنها، يلي هي جورنالينج، يعني اكتب الاشياء يلي زعجتني. اذا انا ما بدي اطلب مساعده حدا اخصائي نفسي، بقدر اكون باول مرحله كون عم بكتب كل شيء بيزعجني كل يوم، وبس ينزلوا على الورقه وارجع اقراهم انا، دماغي بيستوعب شو صار معي، بصير قادر انه يواجه بطريقه افضل ثاني يوم. كمان في عندي اشياء غير بقدر اكون عم بستعملها، هي انه السبورت تبع مثلا عائلتي، السبورت تبع اصدقائي، يعني اظهر انا واصحابي نحكي، نكون عم نتبادل الاشياء اللي عم تزعجنا مثلا، بس مش بالضروره اصدقاء العمل، يعني اصدقاء غير مجال، يمكن اصدقاء الطفوله او اصدقاء جيران، ما بعرف، انه ناس يكونوا من خارج بيئه العمل نقدر نكون عم نعطي سبورت لبعضنا، كرمال نقدر نكون عم نضاين، يعني اذا بدكم كلنا سوا. وكمان بيجي دور اخر شيء، اذا نحن وصلنا لمحل منا قادرين نكون عم نوصل انه نرتاح، مش غلط نطلب مساعده من اخصائي نفسي. يعني فيكون عم نعمل من 8 ل 12 جلسه ماكسيموم، نكون عم نرتاح، عم نرجع نرتب اولوياتنا، عم نقدر نرجع ننظم حياتنا عن اول وجديد بطريقه انه نحس حالنا انه حسنا. كمان فينا نكون عم نسافر اذا امكانياتنا الماديه بتسمح لنا، هيدا احلى ثيرابي، تغيير جو. ايه طبعا، يعني الانسان بحاجه، دماغنا هي فكره الاجهاد، انه نحن دماغنا بيبرم بمحله. وقتها بنكسر له هيدا الشيء بحيالله نشاط حلو، صح.
بنقدر نكون عم نساعده بنجدد كل شيء ونبلش هيلينج. طبعا التوتر اللي بالعمل هل يؤدي الى توتر او بالبيت؟ هل يؤدي يعني فايس فيرسا، يعني بتوتر بالبيت بيرجع بتوتر بالعمل، او اذا توترت بالعمل بنقل معي التوتر للبيت، يعني بصير الشخص انكشس بشكل عام؟ برافو عليك، هي واحدة من الاستراتيجيات للتغلب على التوتر يلي بيكون جاي من العمل، انه انا حط ليميتيشنز، انه انا اللي بالشغل بالشغل، اللي بالبيت بالبيت، ما بجيب شغلي على البيت وما باخذ مشاكل البيت على الشغل. والشيء هيدا اذا بنتمرن نعمله كثير بيساعدنا، يعني اذا انا بالبيت في توتر عم بروح على الشغل عم بنسى توتر البيت، واذا بالشغل في توتر عم بروح على البيت عم بنسى توتر الشغل. بالعكس يعني ما بدنا نجي نحن ننقل، يعني نعلم حالنا انه انا بالشغل بفصل دكتور، بفصل بس اذا كان الشغل تبعنا شغفنا ما بنعمل افورت تلقائيا بنوصل لهي، مزبوط؟ اذا شغفنا، اذا الشغل تبعنا شغفنا نعم. تلقائيا بنوصل لهيدي المرحله. لاي مرحله؟ انه البيرن اوت؟ لا لا لا، مرحله انه الفصل، الفصل اكيد. طبعا طبعا، يعني انا اذا انا بحب أنا شغلي شو ما يكون عندي نعم. مشاكل اول ما اقعد عن جد بنسى لدرجه انه اوقات انا وفيلي اي فيل باد، اي فيل جلتي انه يي ما فكرت فيهم ابدا. هل بالعكس هذا شيء كثير صحي؟ ايه هلا بالاول اي فيلت باد، هلا بعرف انه شيء كثير صحي واي انجوي ات، بس عن جد اذا هالقد بتحبي شغلك يو ار ديفوتد وبتعطي من قلب قلبك، عن جد انه بتفصلي بلا افورت بلا شيء 100%. فمن هون لنرجع للنقطه اللي ذكرتيها بالاول انه الشغل تبعنا لازم نحبه 100%. نحن هيدي كمان بننصحها للناس اللي بيكونوا عندهم كثير توتر، يلي بيكونوا عاده ما بيفصلوا، فبنقول لهم لا، بنقول لهم الشغل بنتركه بالشغل والبيت للبيت للوقت. هلا في ناس بتعرفي بفتره كورونا وال الحجر، كان اسمه الحجر نعم، صرنا نحن عم نضطر نشتغل بالبيت، بس بالبيت فينا نكون عم نفصل. يعني اذا انا عم بعمل سيشنز اونلاين كون قاعده باوضه لحالي مش مع اولادي، بعرف انه هون انا هيدا المكتب بقعد عليه بشتغل، والباقي اوكي، بس بعرف انه وقتها بكون مع اولادي ممنوع افكر بالشغل. صحيح، لانه كمان يعني ما بدنا هن ما يعودوا يحسوا انه هيدي العائله، يعني احنا هلا بالبيت مش بالشغل، انه بليز مثلا، او اذا انا اوقات بكون عندي ورك شوب سبت او احد بيصيروا يقولوا لي بليز انه ما تروحي على الشغل انه هيدا وقت العائله، يعني مزبوط ما لازم، يعني صحيح. اوقات واحد بيضطر مره كل 3-4 اشهر سبب تقطع، بس انه ما لازم يعني نكون عم ناخذ من وقت العائله للشغل. مزبوط. يعني نحن انبسطنا فيك وبالمعلومات وبالنصائح يلي قدمتي لنا اياها دكتور، كل مره يعني الاستفادة بتكون أكبر وأكبر بس تكوني معنا وتشرفينا. دكتور لينا رياشة، اختصاصية في علم النفس ومعالجة بالموسيقى، شرفتينا. ميرسي، شكرا لك دكتور. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.